الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد كاتب عام ممثل عام صاحب جلالة على إقليم سردان. السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسردان. السيد وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بسردان. السيد رئيس المجلس العلمي بسردان. السيد رئيس المجلس الإقليمي بسردان. السيد رئيس المجلس الجماعي بسردان. السيد رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة مسا. السادة رؤساء المصالح الأمنية والإدارية. السيدات والسادة ممثلو جمعيات المجتمع المدني. السيدات والسادة ممثلون وسائل الإعلام. أخواتي إخواني موظفات وموظفو سجن محلي بسردان. نرحب بكم جميعا بمناسبة ذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ونفتتح هذا الحفل بتردد نشيد العزة والفخر، نشيد وطني مغربي بصوت موحد ومرتفع، لنحظى جميعا لأداء تحية علام من فضلكم. تحتوي لكم حامل السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. نشكرك أستاذ محمد دياني على هذه التلاوة العطرة. واللحظة أدعو السيد مدير مؤسسة السجن المحلي بسرودات لإلقاء كلمتين فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. السيد الكاتب العام ممثل عامل صاحب الجلالة على إقليم تارودانت، السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس المجلس الجماعي والسادة المنتخبون، السادة الرؤساء وممثلي السلطات الأمنية والإدارية، السادة والسيدات الرؤساء وممثلي المصالح الخارجية، السيدات والسادة رؤساء وممثلي جمعية المجتمع المدني، السادة والسيدات رجال ونساء الصحافة والإعلام، السادة والسيدات أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأعبر لكم عن خالص الشكر والامتنان لحضوركم ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى 16 لتأسيس وإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه المناسبة السنوية التي حرصنا على جعلها محطة لاستحضار تضحيات ومجهودات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفرصة متجددة للوقوف على ما تحقق من منجزات والتفكير في المستقبل بما يكرس المزيد من المهنية والاحترافية في تدبير المؤسسات السجنية ببلادنا. حضرات السادة والسيدات، لقد عرف تدبير شأن السجن خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً تبعاً للإحصائيات والأرقام المحققة في جميع المجالات، مجال الأمن والانضباط، التغذية، الضبط القضائي، الرعاية الصحية، العمل الاجتماعي والأنشطة الموجهة والتجهيزات واللوجستيك إلى غيره من المجالات ذات الصلة بواقع المؤسسات السجنية التي شهدت اليوم طفرة نوعية. ويعود الفضل فيما تحقق إلى انخراط جميع المسؤولين والموظفين في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير الأمن والانضباط بمؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق نزلائها وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي والالتزام كذلك
بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالسائل السجني. حافي عزيز مدير سجن المحلي بتالودان، تحتفل اليوم مؤسسة سجن المحلي بتالودان بالذكرى 16 للسجن المدنية العامة، وهي فرصة ومحطة نستحضر من خلالها المجهودات وتضحيات الحساب التي يقدمها موظفي وموظفات سجن المحلي بتالودان وموظفو القطاع بصفة عامة، وكذلك محطة لاستحضار والوقوف عند أهم المنجزات التي حققتها المندوبية العامة على مستوى تخليق الفضاء السجني، على مستوى تحديث الإدارة، على مستوى الرعاية الصحية، على مستوى فرض الأمن والانضباط واستتباب الأمن داخل المؤسسة السجنية. وهذا يدل على أن لموظفي وموظفات القطاع السجني في المغرب دورا وأهمية كبرى في الحفاظ على الأمن العام بصفة عامة. ونختم هذا الحفل بالضامنين حفظه الله مع السيد الإله، فليتفضل مشكورا. أتحاسدي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مبارك مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، ولا اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، بمنك وفضلك وإحسانك وتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الزلازل والحروب، وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. السلطان محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشدد عضده بولي عهده مولاي الحسن وبأخيه الأمير مولاي رشيد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ضيوف المندوبية السامية لإدارة السجون والإدماج، اللهم اجعل المحبة لله، اللهم اجعلنا إخوانا على صور متقابلين. الله يدخلنا عليكم بالسلامة، والله يدخلنا عليكم زيادة رزق. هذه المناسبة الله يجعلها مناسبة للخير، مناسبة للبركة، مناسبة للتيسير بغير تعسير. مدير السجن اللهم احفظه في السفر وفي الحضر وأينما توجه، احفظه من البلاء والبلوات، نازل من السماوات وخارج من الأرض. اللهم اقضي أغراضنا وشافي أمراضنا، وارزقنا محبة الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.